هو طبعا كان في حديث كتير جدا وترقب لنتيجه القرعه، وكان ناس كتير بتتنبأ وتتوقع وتتمنى ان الاهلي يواجه فرق بعينها، لكن احنا دايما متعودين فيما يتعلق بالنادي الاهلي ان الاهلي اي فرقه هيقابلها هو مطالب انه يكسب، سواء قابلتها في دور الثمانيه، دور نصف النهائي، في النهائي. انت هدفك معروف بالنسبه للجميع وهو الحصول على اللقب للعام الثاني على التوالي باذن الله تعالى، رغم صعوبه المنافسه، ومنافسه غايه في الصعوبه والقوه والنديه. عندك فرق كبيره جدا جدا متواجده في دور ربع النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا، لكن القرعه اسفرت عن ان الاهلي للموسم الثالث على التوالي هيقابل صن داونز في نفس دور هذا الفريق الجنوب افريقي المميز جدا. المباراه الاولى هتكون باذن الله في القاهره، هتكون احد ايام 14 او 15 او 16 من الشهر الجاري، ومباراه الثانية هتكون أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من الشهر الجاري. نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي. نتيجة القرعة زي ما حضراتكم شايفينها كده قدامكم، الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي، مولودية الجزائر ضد الوداد المغربي، شباب بلوزداد الجزائري ضد الترجي التونسي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي ضد سيمبا التنزاني، ومواجهات هتكون قوية جدا يا محمد. قبل ما تروح للكلام الجمهور وتعليقهم على القرعه، عايز بس اكد على حاجه، هي المباراه، لان انا شايف في الجدول الاتحاد الافريقي حاطط ايام 14 او 15 او 16 مايو، هو 16 مايو ده دي مباريات كاس الكونفدراليه الافريقيه، هي هتبقى 14 او 15 ده مباراه الذهاب، والعوده هتكون احد ايام 21 او 22. عايز اقول لك خلال 72 ساعه الاتحاد الافريقي هيحدد متى وموعد اقامه هذه المباريات، سواء مباراه الذهاب، مباراه العوده، الاطقم التحكيميه اللي هتدير هذه المباراه. قبل يوم 4 او 5 مايو هيتم الاعلان بشكل رسمي عن موعد وتوقيت اقامه هذه المباراه. وانا عارف بقى الناس بتسال، المباراه الساعه 3، المباراه الساعه 6، هنلعب في بريتوريا ولا هننقل الملعب الثاني اللي لعبنا فيه اخر سنتين؟ في تفاصيل كتيره، وان شاء الله الفتره الجايه هنقول لكم معلومات اعتقد مش هتسمعوها في اي حته امير بخصوص دوري. وممكن موسيماني كمان يقول لنا اكيد ان شاء الله باذن الله هيبقى في كلام مهم باذن الله الفتره اللي جايه ان شاء الله. إن شاء الله.